خلينا نبدأ من النهاية. اعتزال نهلة سامح، ايه اسباب القرار اللي نهلة تعتزل في التوقيت ده، وليه اخترتي التوقيت ده، وفي اسباب ولا الموضوع جه ازاي؟ هو انا يمكن كان من السيزون اللي فات كنت حابة ان انا اعتزل وابتدي ادخل في تحدي جديد. حسيت الحمد لله ان انا يعني عديت بحاجات كتير والحمد لله قدرت احقق حاجات كتير، فحسيت ان انا محتاجه تحدي جديد بالنسبه لي ان انا ابتدي فيه بقى من الاول. فيمكن السنه اللي فاتت كان الموضوع صعب شويه ان انا اعتزل في الوقت ده بسبب ظروف الفريق. كان حصل اللي الناس كلها عارفه انتقال لاعبات كتير مننا للنادي الزمالك، فيمكن كان صعب شويه ان انا اسيب الفريق في وقت زي ده. فكنت شايفه ان برضه انسب وقت ان انا يعني اخرج فيه السيزون ده يعني الحمد لله. فطبعا هو يمكن بيكون قرار صعب شويه، بس يعني بيكون كويس ان الواحد يعرف يخرج الحمد لله وهو يعني الحمد لله لسه كسبانين الدوري وكسبانين السوبر، ووقت كويس الواحد لسه في مستواه. فاعتقد ده كان وقت كويس ليا، وكمان ان انا بقى ان شاء الله زي ما قلت كده عايزه ادخل تحدي جديد ان شاء الله. هنتكلم اكتر عن التحدي ده بالتاكيد، لانه يعني انا كنت متوقعه انك رايحه لكارير واتفاجئت انك لا بتفكري في كارير تاني، بس خلينا نسيب ده شويه. في ناس تقول لك انه عامل السن، انا متهيأليش انت سنك كبير، يعني انا بشوف ناس بتلعب لسن اكبر من كده بشويه، خاصه ان لعبه الكره الطايره بحس انها يمكن اكتر الالعاب اللي ممكن تستمر فيها، يعني عامل السن مش بيفرق، ولا انت بتشوفيها ازاي؟ لا بالظبط، وكمان اكبر دليل عندنا المحترفه اللي كانت معانا من بورتوريكو، يعتبر هي كانت احسن لعيبه عندنا السيزون ده، عندها 37 سنه ما شاء الله. وكمان زي لما بنشوف فريق الكاميرون، فريق الكاميرون طبعا فريق قوي، فريق الكيني فريق قوي، مسيطرين على افريقيا دايما في المنتخبات. لو بصينا فجميع اللاعبات كلهم يمكن اكبر مني في السن، يعني انا وانا صغيره كنت بشوفهم برضه بيلعبوا، ما زالوا بيلعبوا. فيمكن لا، انا شايفه الخبره في الملعب دي مهمه جدا لاي فريق، يعني بيكون صعب شويه لما يكون فريق كله لعيبه لسه شابات وطالعين، بيكونوا محتاجين حد كبير معاهم يديهم خبره بيساعدهم اكتر. فدايما لا، انا شايفه يعني الموضوع مش السن، يعني بدل الواحد قادر يحافظ على لياقته البدنيه، قادر لسه تركيزه في الملعب زي ما هو، فانا شايفه اللعيب يقدر يكمل لغايه لما هو يحس ان لا خلاص، يعني هو بدنيا مش قادر يدي في ظروف تانية. لكن السن اعتقد ما بقاش عائق دلوقتي يعني مش زي زمان. صحيح، انت بتشوفي ان العبره بالمردود الفني والبدني داخل الملعب، صح كده؟